أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة. إذا في أخبارنا اليوم، كما شفنا في حفل راغب علامة والمعجبة سوسن اللي هزت الرأي العام وهزت مواقع التواصل الاجتماعي، إذا في أول رد لها إذا خطفت معجبة تونسية تدعى سوسن أنظار ليلة أمس على مسرح قرطاج الدولي، وذلك بعد صعودها للغناء والرقص مع سوبر ستار راغب علامة في حفل افتتاح الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وتفاعل راغب علامة معها وجعلها تصعد على المسرح لتغني وترقص على إحدى أغنياته الشهيرة وسط تفاعل كبير مع الجمهور الحاضر، وما أثار جدلا كبيرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هو طريقة رقصها ومعانقتها له على المسرح، مما أثار استنكار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة رقصها وعناقها له. كما أثارت سخرية التونسيون بردها على سؤال راغب علامة بخصوص اسمها، حيث قالت اسمي سوسن وعلى خاطرك نولي سوزانا. وردا على الانتقادات التي طالتها نشرت هذه الأخيرة تدوينة على حسابها الخاص باللغة الفرنسية، جاء فيها أنا بنية شابة حبيت نبدل الجو ونتفرهد كما أغلبية الفتيات حول العالم، لكن كل واحدة وطريقتها، خاصة في القيام بذلك اعتمادا على خلفيتها وحالتها الاجتماعية، والأهم من ذلك أنني لم أكن الوحيدة التي دعاها على المسرح، لقد كنت عفوية وقمت بالرقص قليلا أمام الجمهور، لو كانت لدي نوايا سيئة لفعلت ذلك في الخفاء، لذا من فضلكم توقفوا عن مضايقتي أنا وعائلتي، فهذا ليس لطفا منكم، يعيشكم فسخ الفيديوهات كان مش على خاطري على خاطر عائلتي. وأضافت سوسن في تدوينة أخرى، اللي قاعدين تبعثوا في الفيديوهات الأعمامي وخويا راني نشتح هكاكة قدامهم وخارجة من دارنا ومروحة لدار بعد السهرية، ونزيدكم زادة زيدكم زيادة راهي شخصية كبيرة وعامة طلبت مني الزواج بعد مشاهدة فيديو رقصي على المسرح مع راغب علامة غزلو موتو. إذن هذا الرد متاع سوسن أو سوزان. إذن كما شفنا الفيديو وهي ترقص وتتمايل على المسرح مع السوبر ستار راغب علامة. نمر للخبر الموالي، علقت على الرقص رقص سوسن على المسرح الأعلامية بيا الزردي، قالت إنك تعمل جو من حقك لكن في حدود التربية والأخلاق، توري في مفاتنك والرقصات الجسدية لراغب علامة عيب، والأغرب راجلك اللي صفق من الأخر، الحرية فاهمينها بالغالط، سوسن أو سوزان لست بريئة، تحياتي لكل امرأة محترمة رجلها واخواتها وأولادها. الفرق واضح بين الشرطية عمناول واقفة وما تحركت لها حتى أي شعرة وراغب علامة قدامها، وبينك أنت يا سوسن قاعدة تشتح وتتمايل مع راغب علامة. كما علقت الإذاعية أو الإعلامية كلثوم السعيدي، قالت الست الجاي مع الهادي زعيم تلقوها، أي سي الهادي تفضل سوزان ولا سوسن، شنو إنجازك في الحياة وبطولاتك وكيفاش نجمت تطلع على الركحة سوزان أو سوسن؟ الحمد لله سي الهادي موهبة، أنا من اللي صغيرة نحلم باش نشتح قدام راغب علامة ونفضح التوانسة، والحمد لله هاني فضحتكم وعملتهم الكل. قال لك سي الفنان جابوه بمليار وحفل تبرعي الفلسطين، مش كان ربحوا فينا أجر، كملوا صلحوا الطرقات أولهم الأتوروت تونس سوسة والأضواء اللي ديما مقصوصة، والماء كان خير من جلب هذا الفنان. أما الممثل كريم الغربي قال الأرض عمرها 4.5 مليار سنة، هذه نلغوها، تونس اللي كانت اسمها افريقيا وتعدات عليها قداش من حضارة الفاطمية الحاصيل لخصوهم وقالوا 300 سنة حضارة،
جيت في 33 سنة اللي عشتهم أنا والبارامتر اتبدل، سوسن ولت اسمها سوزان وطلعت تشتح قدام راغب، وسي راغب خلص مليار، وأصحاب سوزان والفئة المفرنسة يصفقوا عليها ويقولوا لها واو كيوت، وشوية وقت طوي يجيبها خونا الهادي زعيم وتولي لكم صانعة محتوى كيف هيفا بنت المكي، وطفلة من قفصة تتبع الشعب المهمش والأحياء القصديرية التونسية جايبة 20.01، والفاصل قبل 20 ضحكوا عليها كيفاش غلطت في كلمة مويان وقالت مويان يعني تحيا تونس ويحيا شعب تونس. هذا كلمة كريمة الغربي. وقال مذيعة الأخبار إقبال الكلبوسي قال ما تنجمش تلوم سوسن أو سوزان، تنجم تكون إنسانة مريضة نفسانيا الله يسترنا، لكن أنه تكون عندك إذاعة هي الأولى في تونس تخرج لك الكادر متاع سوسن وراغب علامة من حفله مدته أكثر من ساعة ونصف، بمعنى شوفوا نساء تونس كيفاش هنا، وما نجم نقول كان إذاعة ليست بريئة وتسيء بشكل واضح للمرأة التونسية الحرة. وعلقت بدورها بي الزردي على موضوع سوسن، قالت بمناسبة الهالة الإعلامية والشهرة التي وصلت إليها الراقصة سوسن أو سوزان على صفحات التواصل الاجتماعي، تعيين العالمة والباحثة التونسية نادرة الداوي مديرة عامة لشبكات علاجات الأحماض النووية في ألمانيا، وهي مؤسسة تشرف على 4 جامعات، إذن تشرف على 4 جامعات و17 شركة تكنولوجية شتان بين الثرى والثريا. أما الممثلة نجوى ميلاد كانت مع سوسن أو سوزان، قالت سيبوها سوسن محلاها كانت سبونتاني، طلعت على الستيج وضحكت وشطحت وهبطت، محسوب كان أنتي في بلاصتها مش باش تطلع تصور مع راغب علامة، وكان وتات وجيت في بلاصتها يا سيدي، ويا الله ما تعملوش كيفها غير فكوا على الناس ومحلاها سوسن. أما الإعلامية أسماء بالطيب بقناة الوطنية الأولى علقت بدورها وقالت بالله سامحوني نقص على تصفحكم للفيسبوك بالعسل، الحق الواحد مش لاقي منين يبدأ، تعبتونا وحتى الظواهر الاجتماعية اللي تجيبوا فيها ياسر كاسحة علينا، كان المفروض أنه بما أنه عائدات الحفل وشعار المهرجان امتاع الراديون أو التلفزة موجه لفلسطين، كان المفروض تجيبوا فنان ملتزم حتى كي تحط عليه الباكو تبدأ يعني تبدأ معاه، إذن سفراء وشخصيات عربية ووطنية حاضرة وللا طالعة تترشق وتتمايل وتترشق علينا في مشهد يشبه برشا لسوق النخاسة وسوق الجواري، لخير فيها لخير في لجنة التنظيم ولخير في رغب علامة ذلونا به. استعراض مفاتن ومفاتن هذه المرأة التونسية، ومانيش باش نحكي على الفلاحة والعاملة باش ما تقولوش شعبوية، رغم هذيك جوهر القضية، ديجا البارح كميونة متاع فلاحات تقلبت بيهم، بينهم طفلة عمرها 16 سنة وفات، تونس فيها الطبيبة والمذيعة والإعلامية والصحفية والخياطة والمحامية والأستاذة والمعلمة، وفيها 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 النوعية هذه زادة. حقا احترمت حقك، احترمت روحك يا مدام، واحترمت المهرجان واسمه وشعاره، واحترمت روحك قبل كل شيء، واحترمت راجلك اللي كان موجود في الحفل، وزيد راو اسمك سوسن سوزي ولا سوزان هذيك منين جبتها، وزيد ان شاء الله ما نشوفوهاش السبت الجاي مع اخونا الهادي زعيم، كرهتونا في الحياة وفي تونس يا اخي حلوا عنا اسمانا. فرق كبير بين سيدة فلسطينية تواجه في كلب واخرى تونسية تواجه في رقصني على الطبلة في مهرجان شعاره نصرة فلسطين. اصدقائي الاعزاء كانت هذه حوصلة كاملة على الضجة الموجودة على الفيسبوك نهارين هذوما، إن شاء الله ربي يسترنا وربي يحمي بلادنا وربي مع شعبنا الفلسطيني. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم جديد، تحياتي للجميع.